ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حازم عبدو، الكاتب الصحفي باتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي. أستاذ حازم، ما هي معايير نجاح موسم الحج والأهداف التي تحققت وبالتالي يعلن عن نجاح الموسم بهذه الدرجة من التميز؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج، وندعو إلى الله أن يعود حجاج بيت الله الحرام إلى أوطانهم سالمين غانمين بعد أن أدوا مناسكهم في هذه الشعيرة العظمى، كما ندعو إلى الله أن يمن على بقية المسلمين الذين تهفو قلوبهم إلى أداء هذه الفريضة، أن يمن عليهم العام القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نهنئ الحجيج جميعا والأمة الإسلامية جميعا والمملكة العربية السعودية قيادة ومسؤولين وشعبا على هذا النجاح منقطع النظير. حقيقة كان من معايير النجاح أن تتم المناسك بسهولة وبيسر ولا تسجل حالات غير اعتيادية، يعني حتى دائما تقاس في مسألة الوفيات، يعني لم تسجل حالات وفيات فيما عدا الحالات الصحية الطارئة لكبر السن أو لتعرض لأزمة قلبية أو لشيء بهذا القبيل، لكن ليس هناك تدافعات، ليس هناك اختناقات في الحركة سواء في التصعيد إلى عرفات والنفرة من عرفات إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى حيث المبيت ورمي الجمرات. والحمد لله أعلن اليوم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج نجاح هذا الموسم، وذلك انطلاقا من هذه المعايير أن لم تسجل حالات شكاوى من اختناقات في سواء في التفويج، لم تسجل حالات أوبئة أو أمراض، كما نعلم أن هناك حشد كبير وضخم جدا طبعا. أكثر من 2.5 مليون حاج من مختلف ثقافات من مختلف دول العالم، ليس هناك بقعة على وجه الكرة الأرضية إلا منها حاج وثقافته وكل ما يحمله من عادات وتراث وتقاليد. لم تسجل ولله الحمد أي أوبئة أو أمراض، لم يحدث أي حالات تدافع، بل أن كان الخطر الأكبر يحدث في التدافع في رمي الجمرات. ولكن هذه المنشأة العظيمة التي أنشئت أمير مكة المكرمة تحدث عن تحويل مكة إلى أو إدخال الدراسات الخاصة بجعلها مدينة زكية، كيف يمكن أن يسهم ذلك في تطوير الأداء في تسهيل هذه المهمة وهذه الفريضة؟ نعم، فكرة المدينة الزكية أو الحج الزكي وفقا لرؤية 2030 التي دشنها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع، تهدف إلى أن كل حاج لديه باركود معين من دولته يعرف أين سينزل في المطار، ما هو الرقم الباص الذي سيتحرك به، كيف سيصل إلى مقر إقامته في مكة أو في المدينة. بهذا الباركود يستطيع أن يساعد أي من القائمين على الحج إذا تاه من موقفه، بمجرد أن يقرأ هذا الباركود عبر هاتفه المحمول يستطيع أن يدله ويرشده على بعثته، على وسيلة التواصل لبعثته، على مقر مخيمه، بما ييسر، لأن هناك يأتيك حاج تائه لا تعرف لغته ولا لا تعرف يتحدث بلغة محلية من أردية أو بشتونية أو هوسة أو هذا القبيل. ليس من المعقول أن يكون لدي 300 في كل مكان من يتحدث ب 300 لغة، يعني صحيح، ولا 200 لغة، ليس من المعقول، لكن فقط شكرا. يقرأ بهذا الباركود فيصل به إلى مبتغاه ومنتهاه إن شاء الله يحدث شاء ذلك الله. في العام القادم. شكرا جزيلا أستاذ حازم عبدو، الكاتب الصحفي باتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.